عفوا انا متاسف جدا، الفيديو اللي فات انا قلت وبدور على الحكايه، فانا راجل يعني بتعامل بتلقائيه ونفسي الناس تساعدني علشان خاطر نفسها وعلشان خاطر مصر بلدها وعلشان خاطر احنا عايزين نتحرر. انا مش عايز اكون مستغل دينيا، ومش عايز اكون نمرة في وسط القطيع. انا عايز يبقى في تفرد انساني وفي حرية، ما فيش حد يسألني دينك ايه، لان الدين مش هيفيدك انت، الدين علاقة شخصية بيني وبين ربنا. فده حكاية قلم المعلم يعلم. طيب انا اللي حصل بالظبط ان انا فتحت الفيسبوك عشان اشوف الورقة كام، وعرفت ان هي الورقه رقم 3 في الحكم، وهوريها لكم اهي. زي ما حضرتكم تفضلتم، فالنهارده في فيديوهين بقى سامحوني. بص حضرتك يا فندم، الورقه نمره 3 حضرتك اهي في الاول خالص فوق، تمام اهو حضرتك، لا مؤاخذه الطعن، الرقم اهو برضو، القضيه زوجات النبي محمد. انا وانا حتى كنت بشوف الحكم فبشوف هذا الكلام، يعني انا ايه النقد اللي بشوف الكلام ده؟ انت عامل لي رعب ان انا ما اجيبش سيرة الحكاية. فانت في التراث اللي انت بتكتب فيه، التراث ده في هذا، في كل التراث المسيحي والتراث الاسلامي والتراث اليهودي والتراث كل الاديان والتراث كل الاديان في هذه الـ يعني انت عامل لي، ما فيش نقد. احنا عايزين نعمل انا متاسف بس هقفل البتاع ده. عايزين نعمل طيب بالمناسبه، يعني انا بنام هنا اهو، فالدعم وتلاجتي هي ما فيهاش الا ميه، وحتى يعني ادي حياه بسيطه جدا ومفيش اي حاجه. فالناس الهيتي اللي مطورين شعرهم وبيحسبوا نفسهم اوبجيكشن وعملوا مش عملوا، عملتوا ايه بس؟ عملتوا ايه؟ لعبتوا في مناخيركم. ف احنا كنا بنقول ايه بس عشان خاطر، فموجود في التراث، موجود في التراث. فالورقه نمره 3، 1 2 3، تمام. بص حضرتك اهي، ادي احنا عايزين نشوف ايه ان انا عملتها في مسرح الدوله. ليس بدعه، وهو ليس ببدعه من المؤلف والقصد منها تسليط الضوء على الافكار المتشدده كعمل فني، وقد تم من قبل عرض مسرحيات. طب نبص على الورق اللي قبلها، يمكن حتى يقول ان انا اللي قلت كده، لان انا اقسم يعني انا دايما وقفت قدام القاضي قلت له حتى لو كان في حاجه في صحيفه الطعن مش انا اللي ماضي عليها، الورق اللي انا ماضي عليها ان انا ما عملتهاش على مسرح الدوله. الناس بتوع ربنا اللي بيشوفوا الرسول في المنام يشهدوا حتى بشهاده حق انا عملتها على مسرح الدوله. يا استاذ صلاح لبيب، يا استاذ اشرف لبيب، يا استاذ احمد ماهر، هل انا عملتها على مسرح الدوله؟ انت بتحاكمني على ايه؟ موظف اداء عام ده في بوست على الفيسبوك، حكم مزيل ان انا قلت 15، خدت 15 يوم خصم علشان قلت انا السبب، طلعه ده السبب، السبب ان انا قلت انا مش قادر اديك، انا مش قادر اديك، قلت كده، قلتوا لي عملتوا لي تحقيق وقلتوا لي في مسؤول قال انا مش قادر اديك، مش عارف ايه، انا مش قادر اديك. طب هي انا مش قادر اديك كلمه قلتوا عليها لفظ خارج. طب ما تحاسبوا المسؤول اللي قال انا مش قادر اديك، انا ما قلتش انا مش قادر اديك، فما قلتش حاجه في الدين في المسرح خالص. ما علينا، فادي الورق اللي قبلها قلنا عشان خاطر، ايوه بنفتكر اهو، ماشي نقرا اهو من اول باراجراف. واذ لم، ادي الورقه نمره 2 اهو، واذ لم يلقى هذا حكم قبولا لدى الطاعن فاقام طعنه ناعيا على هذا الحكم وخالفت القانون والخطأ والخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال تأسيسا على أسباب خاصة. آسف. آه
أسباب خاصتها أن الواقعة المنسوبة إليه ليست مخالفة مالية أو إدارية تخص وظيفته، وأن الدستور كفى الحق وحرية التعبير. على فكرة الحكم مليان أنه هو بيتكلم على حرية التعبير أساسا. خلينا بس نقرأ. وحرية إبداء الرأي بالقول وبالكتابة أو التصوير دي مادة في الدستور من حق الإنسان. حرية التعبير والرأي مكفولة، مادة 65. حرية التعبير والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وحرية الإبداع الفني والأدبي ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم. فكيف يتم مواجهة الفن بالعزل من الوظيفة؟ يا أخي ده بوست على الفيسبوك، كيف يتم؟ ماشي، فهو بيتكلم على لساني تقريبا، عشان انا قريته اهو عشان خاطر برضو احنا بنقرا، فهو ما كانش موضح هنا ان انا اهو من وقد تم من قبل عرض مسرحيته على المسرح بموافقه الدوله وقد دون حدوث فتنه، وهي موجوده على مسرحيتي اهي، موجود على الفيسبوك عندي بدون اي ضرر، وان المسرحيه التي قام نحوكم صدر مشؤوم من غلوة في تقدير الجزاء. طيب تمام، يبقى هو بيقول ان انا قلت ان انا عملتها على مسرح الدولة. اقسم بالله انا لما بقف قدام القاضي قلت له انا ما عملتهاش على مسرح الدولة، ده مجرد منشور على الفيسبوك وبقالي سنة ولا سنة ونص يا فندم ما باخدش مرتب علشان خاطر منشور على الفيسبوك. ده الكلام اللي انا قلته قدام القاضي. إذا كان صحيفة الطعن فدي حاجة أنا مش ماضي عليها، أنا راجل ما بجيبش محامين من جيبي لأن أنا معيش فلوس. فإذا كان دي غلطة محامي اسمه بيومي مضى عليها أنا ماليش ذنب فيها، ده شغل محامين. إنما أنا دلوقتي بنده الأستاذة فاطمة نعود، بنده الأستاذ خالد منتصر، بنده الناس الكبار اللي في البلد، الناس اسلام البحيري، محمد عبد الله ناصر، اقدركم كلهم يعني تقريبا يعني تأذوا، الاستاذ سيد القمني استاذي كاف غين، انا بنده كلكم يعني يد العون علشان خاطر ننهض ببلدنا، وعشان خاطر الشاب ينتهي. الى متى الى متى الى متى هذه القسوه؟ النهارده انا مش عارف، انا حلم حياتي اتجوز واحده مثلا، يعني ما يهمنيش بقى مسلمه مسيحيه يهوديه، افرض انا روحت، انا النهارده الكره موجود ان انت لازم تكسر حد، طرف يكسر الثاني. لو واحده مسيحيه لازم ان انا اغير ديني، ليه اغير ديني؟ انا انسان، اتعامل بشكل ان انا انسان، اتعامل بشكل مش كصنف ديني وتقيمني دينيا، انت بتعاملني كانسان. فليه الكره ده؟ فالى متى هذا الكره وهذا التنكيل بانسان كتب بوست على الفيسبوك منشور بيحكي فيه قصته وكان موجود ايام الاخوان وما حصلوش حاجه؟ انا ما قلتش انا عملتها على مسرح الدوله يعني انت يا قاضي انا اقول لك ان انا عملتها على مسرح الدوله؟ مش في شهود وفي قضيه؟ وإذا كان في تزوير في القضية دي ما أنا ما شفتش، أنا معيش أنا فلوس عشان أروح الموظف حضرتك عايز يترشى علشان يطلع حضرتك القضية عشان يصورني القضية، ومش عايزين يقول لي لما تعمل حكم عشان خاطر، والموظف لازم يترشى وياخد فلوس كتيرة، أنا أجيب له فلوس منين؟ ففي فساد. أنا بكلم السيد رئيس السيسي، أنا معيش فلوس علشان أصور القضية، أنا معيش فلوس علشان خاطر أقول إن أنا ما عملتها أصور القضية، والقضية كلها إن أنا ما عملتهاش على مسرح الدولة. يمكن غلطة في صحيفة الطعن مش أنا اللي أتحملها لأن مش أنا اللي ماضي عليها، أنا لازم أوكل محامي علشان خاطر يقف قدام القاضي. أنا النهاردة عملت دعوة بطلان الحكم ومعيش محامي يقف قدام القاضي، لأن لازم يكون محامي درجة فوق مخصوص، أنا معيش أجيب المحامي اللي أدفع له كام، أنا معيش. فليه الابتزاز وليه الاستغلال وإلى متى؟ كل سنة وأنت طيبة يا أمي، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظلم. أنا مش معرفة إن أنا اترفدت، ما باخدش فلوس من حد، الحمد لله ربنا مديني النعمة إن أنا أستقل ماديًا، الحمد لله انا راجل مؤمن، وحصل مع النبي يوسف عليه السلام يعني ان هو اخواته رموه في البير
وربنا وداها مكان احسن. فكل التنكيل اللي بيحصل وشويه عيال مطوله شعرها وعاملين نفسهم اوبجكشن وثوريين وتمويل مسيحي، خلصنا من التنوير الاسلامي الاخواني، طلعوا لنا تنوير مسيحي بتنجاني او اخواني برضه. اصل احنا دين كيوت. يعني بشكركم على هذا كاتب الاطفال. طب الاطفال دي هتعالجها ازاي؟ غطاء املائي يا اخي. انت بتحكم على بني ادم وبتشرده وبتبتره وكاتب بتر بتر ايد بتر وظيفه، بتحكم على بني ادم بسم الله بسم الله واسم الاديان وحمايه الاطيان، تكتب حمايه الاطيان السماويه؟ انا مستني الناس تشوف هذا الكلام ومتسجل بخيط. طب انا قلت ان انا عملتها على مسرح الدوله وانا ما عملتهاش، وانت كتبت حكم ها؟ طب الاطيان دي هتعالجها ازاي؟ طب انت اصدرت حكم غلط، مفيش قدره ان انت تحضر الحكم وتكتبه صح عشان تحترم حتى الاديان اللي انت بتحكم وبتشرب بني ادم باسمها. بس لا اريد ان اطيل، الموضوع دلوقتي في ايد القضاء ان هو يصلح وينفذ توجيهات السيد الرئيس. من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، وده امر ما يصحش نتدخل فيه اطلاقا. ولا اطيل عليكم، وشكرا على